اليوم قمنا بكري ابكر من الايامات اللي مالفين نقوموا بها خاطر باش نمشيو لمدينه بون. خدينا تران والتران خذا 3 سوايع وصلنا لمدينه بون، عملنا دوره صغيره بعد قعدنا في بلاصه عملنا سيركل وقعدنا نحكيوا على مدينه بون وكي وقتاش كيفاش تقسمت المانيا ولنا جهه تنتمي مدينه بون. بعدك يوليان دورنا في البلاد، برانا يوليان فيلا هامشمد، وبعد ذلك مشينا فطرنا في غستوران، بعد عنا عشية كاملة فري تايم.